يقول امرأة كانت تصلي فالطفل يعني فعل شيئا خافت عليه فصرخت عليه، يعني هل تبطل صلاتها ولا؟ إذا كانت صرخت عليه بدون قصد، يعني خرجت الصرخة منها بدون تحضير بدون قصد يعني، وإنما شافته فصرخت نسيت أنها في صلاة فصلاتها صحيحة، لكن إذا كانت تعلم أنها في صلاة فالصلاة لا يجوز فيها شيء من كلام الناس، فتقطع صلاتها وثم بعد ذلك تعيدها مرة ثانية، تقطع صلاتها ثم تعيدها مرة ثانية. فالقصد أنها إذا كانت بدون قصد لا شيء عليها، وإذا كانت بقصد فإنها تعيد هذه الصلاة. نعم.